يقول السائل: إذا كانت زكاة الفطر تخرج في هذا البلد وأنا من غير هذا البلد، فكيف أعرف الفقراء والمساكين في هذا البلد؟ إما أنك تسأل اللي يعرفون الفقراء، أو أنك تعطيها اللي يسألون في الطريق على الطرقات، تعطيهم إياه ما داموا يسألون، تكلهم إلى ظاهرهم تعطيهم إياه وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله. نعم، إن حصل تعرف فقراء أنت بنفسك أو تسأل عنهم من تثق به فهذا أحسن، وإلا فأعطها الذين يتعرضون للسؤال في الطرقات.